مساء الخير والسعادة على كل اللي بيشوفنا في حلقة جديدة من برنامج مرايتي. حلقتنا النهاردة هتكون مختلفة لأني فاضل أيام قليلة جدا ونبدأ السنة الجديدة. حابة أقول لكم كل سنة وانتم طيبين ويا رب تكون سنة سعيدة على كل الناس، وحابة أقول يا رب تكون فعلا سنة مختلفة. كل واحد فينا يبدأ ويحاول، لو كان بيفكر في حاجة مختلفة، لو كان حابب يبدأ حلم مختلف، لو في دراسة، يا رب تكون سنة سعيدة عليكم كلكم. كل سنة وانتم طيبين. حلقتنا النهاردة هتكون عن الكريسماس، وهتكون حلقة مختلفة جدا لأن في ناس كتير بيبقى عندهم مشاكل ازاي يهيئوا بشرتهم قبل وضع الميك اب. هنعرف كل جديد في الميك اب وايه الألوان الجديدة السنة دي بالنسبة لسنة 2020. كل ده مع اللي منورانا النهاردة خبيرة التجميل والعناية بالبشرة ريم الشرقاوي. منورانا يا ريم. بنورك. أهلا بيكي. أهلا بيكي. قبل بقى ما نتكلم عن الكريسماس ولوك الكريسماس النهاردة، كلمينا عنك انت، اشمعنى مجال التجميل اللي اخترتيه؟ بصي، هو انا وانا صغيره كنت بحب الميك اب وبحب الالوان وفنون جميله والحاجات دي، ودمج يعني الالوان. انت اصلا خريجه فنون جميله؟ لا، انا خريجه انفورميشن سيستم خالص. يعني حاجه مختلفه تماما. بس طبعا خدت كورسات بقى واتفرجت على فيديوهات كتير ونميت الموهبه دي بقى بكورسات ودرست برضو حاجات للبشره وكده. اول ما بداتي بقى ايه اللي خلى الموضوع، يعني انت حابه حاجه زي كده وكنت بتعملي لنفسك، اول ما بداتي ايه اول خطوه مشيتي فيها؟ اول حاجه ان انا اشتغلت على قرايبي واصحابي وكل الناس اللي معايا، بحيث ان انا اجرب عيون كتير وشوش كتير كده. بدات اشتري بقى ميك اب واشتغل عليهم، بعدين بقى اتخصصت في ان انا خدت كورسات في الكويت وهنا في مصر بقى وكده. ما شاء الله، يعني بقالك كتير تقريبا، مش لسه في البدايه. بقالي حبه. بالتوفيق ويا رب تكون سنه سعيده عليك. امين يا رب. انت عارفه البنات كتير بتبقى، في بنات كتير بعتت لنا كذا مسج لما عرفت ان انت معانا، بيشتكوا ان هم في براندات بيشتروا براندات ميك اب عاليه جدا. تمام. وفي نفس الوقت ما بيحطوها على بشرتهم بيلاقي في تقشير في البشره. تمام. البشره مغيره، الميك اب ما بيبقى الشكل لطيف. تمام. ايه السبب بقى؟ بصي نيرة، هو المفروض ان احنا قبل الميك اب بنعمل خطوات اساسيه. المفروض ان احنا بننظف الوش كويس قوي بالتونر وبالميك اب ريموفر، وبعد كده المفروض يعني نعمل حاجه اسمها مقشر، ان احنا نعمل تقشير للبشره. يعني ده روتين اساسي للبشره ولا ده المفروض ان انا بعمله قبل ما ببدا مع اي حد بيعمل معايا ميك اب؟ المفروض ان انا بنظف الوش وبعمل حاجه زي سكراب كده للوش عشان يشيل لي اي قشور او اي حاجه. وبعدين بستخدم طبعا مرطبات. تمام. يعني لازم قبل وضع الميك اب، لازم استخدم مرطبات بقى عشان خاطر ترطب لي البشره وتقدر ان هي اي حاجه تتحط عليها بعد كده تبقى سهله معايا في الدمج وفي في ان انا احطها يعني على الوش. تمام. طب عايزاكي بقى تقولي نصيحه، احنا عندنا اكتر من نوع بشره، تنصحي كل نوع بشره، يعني البشره العاديه الجافه المختلطه، ازاي يمشوا على روتين عشان بشرتهم ما تحتاجش اللي هم، انت اما بتحطي ميك اب مش شرط ان انت عشان تعملي مثلا، في بنات ما بتبداش تهتم ببشرتها غير مثلا هي هتتختم هتتجوز. ففي لا، لازم روتين يومي. ايه هو الروتين اليومي البسيط اللي ممكن يمشوا عليه عشان يهيئوا بشرتهم؟ بصي، هو انا لما درست تنظيف البشره عموما، او انا متخصصه فيها، درستها على ايد واحده كوريه. فالكوريين بيهتموا بشرتهم، بيعملوا روتين ليلي، ما حدش بيعمل، يعني هم عندهم ما بيصحوش يغسلوا وشهم الصبح. لا، اشمعنى بقى؟ هم عندهم كده لانك بيقول لك مثلا ما تصحيش الصبح تعملي روتين الصبح وترجعي تعملي روتين بالليل، كده اجهاد البشره. فانا بعمل، المفروض كل بنت تعمل روتين ليلي، ان هي تستخدم الغسول المناسب لبشرتها، وبعد كده التونر، وبعد كده مقشر اسبوع، مقشر اسبوعي، ان هي تعمل مقشر اسبوعي، وبعد كده تستخدم الترطيب اللي هو سواء للعين سواء للوش وبس، واي سيرم او اي ماسك تحطه سواء طبيعي او من حاجه طبيه او حاجه براند يعني. تمام. طيب كلمينا بقى عن الالوان الجديده بالنسبه ل 2020، ايه الالوان اللي منتشره؟ هل هي نفس السنه اللي فاتت ولا في حاجات جديده؟ بصي، هو حاليا ما بقاش في حاجه اسمها حاجه طالع او يعني الالوان درجه، بس حاليا يعني ممكن اعمل الجلوس نازل، الالوان اللي هي العنابي، الترابيات كلها لسه زي ما هي موجوده، الاي لاينر، ممكن اعمل رسمه اي لاينر تبقى مختلفه عن السنه اللي فاتت، تبقى يعني حاجه جديده. شكل الرموش، انا يعني ممكن اكون ماشيه بالترند. حاجات بسيطه بتفرق في شكل الميك اب. بالظبط. الجلوس هو نازل حاليا موضه دلوقتي، يعني ما بقاش المط يتحط وبعدين فوقيها حاجه كده لمعه شويه. تمام. طيب كلمينا بقى عن لوك الكريسماس النهارده، احنا عاملين ايه؟ اتفضلي. ماشي. المود الأمورة معانا النهارده منورانا. بصي، احنا عاملين عشان احنا قلنا لسه قايله دلوقتي ان
النبيتي هو اللي نازل شويه، فانا حاولت ان انا اعمل حاجه نبيتي على اورنج شويه وعلى بني. تمام. فانا عملت يعني قبل الميك اب، احنا طبعا مسحنا الوش بتونر وبعدين حطينا مرطب وبعدين حطينا البرايمر، وبعد البرايمر حطيت بقى الفاونديشن والكونسيلر والحاجات دي كلها. تمام. بعدين بقى انا هعمل هنا بس اغمق شويه الكورنر. اوكي، هل رسمه العين دي لها اسم محدد ولا لوك عادي؟ لا عادي مش شرط. تمام، ممكن اغير النبيتي احطه في الكورنر، بس ممكن اخلي من جوه يعني جفن العين من جوه فاتح. هل اللوك ده لوك العين بينفع مثلا على العين الضيقه او العين الواسعه اللي فيها مساحه، ولا هو ينفع؟ ينفع يعني ينفع بيمشي مع الاثنين؟ ينفع مع العين الضيقه والواسعه، بس طبعا لو العين ضيقه هحط من جوه العين ابيض او نود. لو العين ضيقه هنحط ابيض او ايه؟ او نود. نود، تمام. انا شايفه رسمه الايلاينر بسيطه، في ناس بيعرضوه، هل هو الحاجه البسيطه هي اللي برضو، ولا انت على حسب اللوك؟ لا بصي، انا ما كنتش حابه ان انا اطول قوي معاها لسحبه العين، عشان احنا كنا هنحط غامق شويه، فما كنتش عايزه اللوك يبقى تقيل. تمام، هنعمل ايه دلوقتي؟ ايه، هرسم تحت العين. بصي فوق. اوكي، هنرسم بالوان ايه، غامقه ولا فاتحه؟ لا هرسم ببني. تمام، هل اللوك ده خاص بالكريسماس ولا ممكن لسهرات برضو؟ سهرات ممكن بالليل. انزل بيه كده يعني، ممكن انزل بيه عادي الساعة 5 كده يعني، مش طبعا مش الصبح. تمام، الصبح قوي. بس في تريك دلوقتي احنا هنعملها يعني هيدينا ان احنا ننزل بيه لوك سهرة. يعني ممكن تزودي وتتقلي على حسب. أيوة المناسبة، كل واحد على حسب ذوقه يعني. اوكي، كده معانا. احنا ناقص لنا، احنا عشان تاخدوا لو حد واخد باله، احنا مركبين رموش في جزء. ايوه، احنا ناحيه الشمال رموش قبل الهواء في جزء، عشان خاطر الثانيه اعلم لاني في بنات كتير لغايه دلوقتي ما بتعرفش ازاي، هي مشكلتها الوحيده ان هي ما بتعرفش تركب رموش لنفسها. فانا هل الرموش هي بتدي مساحه للعين وبتديكي وسع في العين ولا؟ طبعا انا بيجي لي مثلا ناس كتير قوي تقولي ما تركبيش رموش، اقول لها يعني ما اعرفش. بتدي شكل العين جميل. احنا حطينا هنا بقى عشان ضاي تحت العين كده ضاي. تمام، بنحط ضاي ايه، اي شادو ولا بنحط؟ انا بحط دايما اي شادو. اوكي، وممكن هايلايت، لو واحده عندها هايلايت تحط هايلايت. يعني متاح هايلايتر او اي شادو. هنركب دلوقتي الرمش التاني. هركب لها دلوقتي الرمش التاني. انا بفك واحده واحده بقى كده مع البنات، لان دي اصعب مشكله. بفك الرموش كده، لسه ما اتفكتش. بنتنيها كده عشان تاخد كيرف بتاع العين. تمام، دي زي ما احنا شايفين. بالنسبه لبس لزق الرموش بتاع العين، في ناس بتقول محبب الاسود وفي ناس الابيض، ايه اسهل حاجه او ايه المريح اكتر للعين؟ بصي، هو الاثنين واحد، بس الابيض ساعات لما بيجي ينشف بيعمل لون ابيض شويه، فبتضطري تحطي يا اما اي لاينر يا اما اي شادو اسود عشان تخفي اللون. تمام، يعني بس انا بحب استخدم اسود. انا هنا بقى بعمل ايه وانا بلزق رموش، بخليها تبص بس تحت. تمام، وبحط الاول الجزء اللي في النص وبعدين الطرف الخارجي. ملكوش حجه بقى يا بنات، اهو علمناكم ازاي تحطوا رموش. تمام، انا عملت ايه، حطيت اللي في النص وبعدين الطرف الخارجي والداخل. تبقى صعبه تحيانك. بالنسبه لو حد مبتدئ اول مره، انا شايفاكي حطيتيها بسهوله، ولا انت عشان ممكنه بقى؟ بصي، هو كنت الاول بتعب فيها يعني. زمان قبل ما اتمكن قوي فيها كنت بتعب، بس دلوقتي يعني هي بقت بالنسبه لي سهله. تمام، هي مجرد بالمرقطه بحس ان هي اسهل شويه للبنات. تمام، هنعمل ايه دلوقتي؟ هنعمل بقى الكونتورنج. الكونتورنج مش موضه قوي يعني، اختفى شويه من هل انت حاطه كونتور حاليا ولا اول لسه هترسميه؟ مش حاطه اي حاجه. تمام، انا عامله كونتورنج بالفاونديشن. اوكي، طيب هي بالنسبه للوش، الوش بتاعها بيضاوي ولا؟ هي وشها بيضاوي وصغير يعني، صغير وبيضاوي. تمام، فهي مش محتاجه ما شاء الله يعني كونتورنج كتير. تضحكي سنه، انا بس اخليها تضحك علشان عايزه ابرز لها الخد. اوكي، فبعمل زي حرف السي كده علشان يبين معايا.
كل وش بيبقى ليه رسمه كونتور معينه بيبقى ولا ليه رسمة هي كونتور. رسمه ثابته؟ بيبقى ليه رسمه كونتور، بس انا اغلب شغلي بحب ان انا ابين الخط. اعملي كده بقى اضحكي. حط شويه على الدقن بس بسيط قوي، وعلى الجبهه. هي جبهتها مش كبيره قوي، بس انا برضو بحب عشان يبقى شكله متناسق. تمام، ناقص كونتور الانف كده. بس بستخدمه. استاذنك توريهم الفرشه بس اللي بيرسموا بيها كونتور الانف، عشان دي برضو بتبقى في كذا ما حد ما بنعرفش نختار الفرش المناسبه. انا بحب استخدم الفرشه زي دي بالظبط. اوكي، اشرحي يا ريم وانت أنا بصي انا هنا عشان هي مناخيرها صغيره، بس انا حبيت ان انا ارفع لها مناخيرها شويه. هي مناخيرها مرفوعه اوريدي، بس انا حبيت بحط من هنا الغامق، من على طرف المناخير غامق. اوكي، ومن الجنبين بحاول ان انا اضم المناخير على قد ما اقدر، يعني احط الغامق على قد ما اقدر مضموم. تمام، بس وبعدين احط في النص سنه فاتح. اوكي، تحطي في النص فاتح ايه، كونتور ولا هايلايتر؟ لا، هايلايت فاتح. اوكي، لو عندي عظمه، لو عندي عظمه، اي واحده عندها عظمه بتخفيها ازاي؟ لا، ما تقربش منها خالص، ولا كونتور ولا هايلايت. ما بتحطش اي حاجه في النص خالص، ولا كونتور ولا هايلايت. لو حطت ايه بقى المشكله؟ اللي ايه، الدفو بيبقى باين جدا ولا احنا الكونتور عباره عن ايه؟ عباره عن ان احنا يعني بنشيل من عص ان احنا نشيل الحاجه اللي احنا مش عايزينها. أوكي، مش بتبين. تمام، يعني اللي عندها عظمه في المناخير ما ينفعش تحط ولا هايلايتر ولا كونتور، تتجنب المنطقه خالص. انا دلوقتي بعمل بهايلايت الحاجه اللي انا عايزاها، اللي هي الحاجه اللي انا عايزاها تبين تحت العين. اوكي، في تريك كده بسيط قوي ان انا بعمله، امسك الهايلايت واعمل من تحت خط الكونتور برضو هايلايت عشان خاطر يديني رفع للمناخير. تمام، الطريقه دي. ناقص كده ايه في اللوك؟ كده ناقص ان انا هعمل، طبعا احنا هنا عاملينه ممكن تخرج بيه الصبح، يعني مفيش مشاكل. فانا هعمل بقى، هزود حاجه كده، قلنا اخر النهار عشان البنات بيحطوا ميك اب ويخرجوا بيه الصبح. سوري، اخر النهار. فانا دلوقتي هعمل ان انا يعني لو هي عايزه مثلا تخرج بيه بكره، سوري، تخرج بيه بالليل. تمام، هنحط جليتر. بالظبط، هنحط حاجه بسيطه قوي. غمض عينك. عايزه نصيحه منك للبنات بالنسبه لازاي يختاروا درجه الفونديشن المناسبه لبشرتهم. الفاونديشن انا ثانيه هشرحه لك عشان اوصف لك ازاي بتعمل. خلاص، ثانيه. بصي انا عملت الجليتر ازاي. تحينك. تمام، ده بقى ما اعتقدش ده سهره. ده سهره، ما انا لسه بقول لك دي تريك. ايه، ما ينفعش يعني بتغيير بسيط، حاجه بسيطه، احنا قلبنا اللوك النهائي. بالظبط، فاضل كده الروج. فاضل الروج والبلاشر. هحط البلاشر الاول. أوكي، دلوقتي انا اختار ازاي الفاونديشن. الفاونديشن انا لما بروح الستوك او اي ستور انا بجيب منه فاونديشن، انا باجي هنا من الرقبه، من عظمه العظمه بتاعه الدقن. تمام، وبحط اللون بتاعي، اللون اللي انا اخترته، من هنا لتحت، من هنا لتحت. تمام، لو لقيت اقرب درجه للرقبه كده انا اخترت الفاونديشن صح. ما ينفعش عشان كل الناس بتجرب على ايديها. لا، ما ينفعش اجرب على ايدي، لان اندر تون بتاع الايد غير الوش خالص. أوكي، وبعدين في بنات بتجيب اونلاين، تشتري اونلاين وبترجع تقول لا ده الفاونديشن مش، ما ينفعش خالص اشتري فاونديشن. هل كل أونلاين ماركه بتختلف على حسب الدرجه بتاعتها؟ بالظبط، بالظبط، في درجات كتير جدا جدا جدا. اضحكي ثانيه، انا بخليها تضحك بقى عشان احط البلاشر. البلاشر بنحط فواتح ولا غوامق؟ بصي انا بحب اعمل ميكس ما بين الاثنين. بحط بقى اورنج على بينك على شويه. هل برضو لو البنات غامقه، يعني لو بنت قمحاويه او غامقه ممكن تحط غوامق؟ بحب قوي البينك على الغوامق، على البنات السمر والقمحاويين. تمام، بيديها كده نضاره. تسلم ايديك. تسلمي. تمام كده. هنحط بقى اخر حاجه الروج. اوكي، قلنا بقى هتحطي درجات ايه. بصي انا برضو بعمل ميكس، فانا ممكن احط شويه بيج على بينك شويه كده. اوكي، ممكن ترسمي الشفايف بالكونتور ولا هي مش محتاجه؟ ممكن برسم الشفايف بالكونتور على حسب، لو انا عايزه اديها فوليوم شويه. اوكي، يعني عايزاها تبان ان هي مكبراها سنه بحط كونتور. تمام،
وبحط هايلايت من فوق فوق الشفايف. اوكي كده انا بعمل ميكس. زي ما احنا شايفين. تسلم ايديك. تسلمي. اللوك فعلا اختلف جدا بعد ما غيرتي، يعني رسمه العين كلها اتغيرت. على حسب اللي عايزه تنزل كده تنزل، اللي عايزه ما تحطش يبقى اللوك كله مات. تمام. تسلم ايديك يا ريم. انا هعمل حركه بس حلوه كده اتفضلي عشان اديها كان الشفايف مقلوبه. هحط اعملي كده، هعمل احط سنه احمر من جوه او فوشيا عشان تخلي ايه الشفايف تبقى يعني تحس ان هي مكبره شفايفها شويه. تمام. دي تكنيك اسمه اومبري. ده لو الشفايف صغيره بتعملي حاجه زي كده عشان وساعات تدي حتى لو كبيره بعمل برضو حاجه زي كده. كده فاضل لنا الهايلايت بس. قولي لنا بالظبط بنحط الهايلايتر فين. بصي بنحطه هنا على جنب العين بالظبط هنا عظمة العين. طيب الناحية التانية برضه. بحطه على طرف المناخير بس. على طرف المناخير. طرف المناخير مش المناخير كلها. اوكي. بحطه تحت الدقن فوق الشفايف. في ناس بتقابلها مشكله بالنسبه للهايلايتر اما بتستخدم كريمي، هل المحبب الكريمي ولا الباودر؟ بصي انا بحط الكريمي مع الفاونديشن، مع البرايمر والفاونديشن والترطيب، يعني بحط الكريمي الهايلايتر كريمي قبل الـ قبل الـ الفاونديشن. تمام. اللي عندها مسام واسع ما ينفعش تحط عليها هايلايتر خالص. احنا بقى هنتكلم عن المشكله دي دلوقتي بعد ما تخلصي اللوك. بس كده حطينا. تمام. تسلم ايدي. تسلمي. كده معانا اللوك النهائي مش محتاج اي حاجه. عشان ال تعطل. اتفضل يا ريم. حلو جدا ما شاء الله. نتكلم بقى عن العيوب اللي هي اهم حاجه عشان اصلا يطلع الميك اب كويس. في بنات بتلاقي عندهم مسام واسعه. تمام. بتلاقي البنات اثار حبوب عامله بقع في الوش. ازاي نخفي حاجه زي كده؟ عن طريق العنايه ان احنا نبدا نقلل منها. وازاي برضو نخفيها بالميك اب؟ هنبدا الاول بالعنايه. تمام. بصي العنايه اللي هي زي ما اتكلمنا المفروض ان كل بنت تعمل روتين ليلي. لو هي مشيت على روتين الليل ده يعني بشرتها هتبقى كويسه ومش هتحتاج ان هي حتى لما تحط ميك اب هتلاقي الميك اب مش ما بيضرش بشرتها قوي. هل باستعمال الديرما؟ في ناس كتير جدا بتقول باستعمال الديرما، هل بالمسام الواسعه فعلا بتختفي؟ بتختفي. لا هي مش بتختفي، هي بتضيق بتصغر. لكن اللي عندها مسام واسعه يعني بنسبه 90% ممكن تروح، بس طبعا بجلسات الليزر والديرما زي ما انت قلتي. بتاخد فتره قد ايه؟ يعني ممكن مش اقل من 7 جلسات كده، 4 جلسات 5 جلسات على حسب طبعا كميه المسام. يعني على حسب المسام تبقى واسعه قوي لا دي تبقى بتحتاج جلسات كتير جدا. بس تمام. بالنسبه بقى الميك اب ازاي نخفي عيب زي كده؟ الميك اب بصي هو على قد ما اقدر ان انا برطب، بحط الاول مرطب جامد قوي سواء اذا كان اويلي، بس طبعا اويلي مع البشره الجافه مش مع الدهنيه. وبعدين بستخدم البرايمر. البرايمر هو بيحاول ان هو يصغر المسام او يديني كفر كده ان المسام ما تبانش مع الميك اب. فانا بعمل حتى البرايمر ليه طريقه معينه ان انا اخفي بيها المسام، ان انا بحركه دائريه كده يعني احط وانا بحط البرايمر اعمل حركه دائريه عشان يخش جوه المسام. تمام. طيب بالنسبه لانت اي حبوب بتبقى ظاهره مثلا بعد ما بتروح بيبقى في مكانها اللي هي تلاقي حبايه لونها احمر اسود، ازاي نخفي حاجه زي كده بالميك اب؟ بالميك اب بحط حاجه اسمها بحط كوركشن لونه اورنج. تمام. الكوركشن اورنج بحطه تحت الهالات يعني عند الهالات السوداء وبحطه على الهالات السوداء حوالين العين. بالظبط. بحطه الاول بطريقه الطبطبه، يعني مش بمسحه، يعني مش بحطه وامسحه، لا بحطه بطريقه الطبطبه وبعد كده احط عليه الفاونديشن. في ناس لما بتمسحه بيقلب لونه اسود بيغمق المنطقه اكتر. بالظبط. لا ما ينفعش ان انا امسحه، انا بحطه الطبطبه بالايد. بالظبط. يعني استيل ان انا اخليه موجود في يعني في البشره يبقى باين قدامي وانا بعمل ميك اب.
ده بالنسبه لايه؟ انت قلتي احنا بالنسبه للحاجات اللي هي الغامقه، بالنسبه الاورنج اللي لو الهالات السوداء بنحط ايه؟ لو الهالات سودا بنحط اورنج، لو الـ عندي حبوب داكنه مثلا اثار حبوب بحط لون اخضر، اخضر برضو بطريقه الطبطبه وكده، وبعدين احط فاونديشن او الكوركشن بقى اللي هو بيبقى لون بشرتي. بس تمام. لو اي في انت قلتي برضو في بنات بتبقى مثلا اللي عندها الخدود مرفوعه زياده عن اللزوم، يعني كلبظه زي ما بيقولوا. ازاي نخفي حاجه زي كده بالميك اب؟ يعني في بنات ما بتحبش تقللها شويه، هل ينفع ولا لا احنا بنزود بس بالكونتور ما ينفعش نخفي؟ لا ينفع نخفي بالكونتور، ان انا لما بقى عندي مثلا وش مدور قوي وبيبقى عندي خد وهي بتبقاش عايزه ان انا اظهر يعني اخليه باين، بعمل الكونتور بطريقه دي، يعني بنزل كاني بوقع الخد شويه، بنزل على تحت شويه بالكونتور، فيديني او يموه لي كده ان احساس ان هي لما تيجي تضحك ما يبانش ان الخد مرفوع قوي. طيب حابه تقولي نصيحه قبل ما نختم حلقتنا للبنات بالنسبه للميك اب او بالنسبه للعنايه بالبشره، حاجه يمشوا عليها؟ اقول ان كل واحده لازم يبقى تعمل روتين ليلي ليها، تشرب ميه كتير قوي، نمشي تبع الكوريين. ايوه تمشي تبع، بشرتهم جميله جدا جدا، بشرتهم صافيه وناعمه جدا. يستخدموا حاجه تانية برضو الكوريين بيعملوها، بيستخدموا حاجه اسمها سكان باك. سكان باك ده عباره عن ميه ورد وقطن، اجيب القطن ميه ورد واعمله بالقطن كده واحطه على وشي مثلا لمده 10 دقائق كل يوم لمده اسبوعين. ما بيطلعش حبوب، بيقلل مسام، بيدي نضارة، بيخفي هالات، بيعمل كل حاجة بصراحة حلوة في الوش. نورتينا يا ريم، بجد تسلم ايديك على اللوك ونورتينا الموديل الجميلة. ميرسي، ربنا يخليك. كده تكون خلصت حلقتنا، استنونا الأسبوع الجاي في حلقة جديدة من برنامج مرايتي.